الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل كرم الأمة المسلمة بأن هداها إلى هذا الدين القويم، وجعل دينها خاتم الأديان ورسولها خاتم الرسل، وهو دين عظيم يحمل كل معاني الخير وجميل الخصال، صحة في الاعتقاد وكمالا في التشريع وجمالا في الأخلاق. وهذه الشريعة التي هدانا الله عز وجل لها تشتمل على خصائص ومميزات كثيرة، من أظهرها أنها شريعة ربانية جاءت من عند الله عز وجل الخبير بعباده الذي يعلم ما يصلح لهم، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذا أو هذه الميزة تجعل المسلم متعلقا بربه ومراقبا له في كل أحواله وتقلباته، ويعلم أن التكاليف التي جاءت إنما هي تشريف له من الله عز وجل ليحقق معنى العبودية التي خلق من أجلها، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالعبد خلق ليكون عابدا لله عز وجل، والعبادة معنى عظيم وشامل، فهي كما يقول ابن تيمية: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة، وهي باختصار طاعة الله عز وجل في ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به. فكل مأمور فإن إتيانه عبادة، وكل منهي فإن اجتنابه ولا شك عبادة. كما أن ربط الإنسان بهذا المبدأ العظيم، مبدأ الربانية، يحدث أيضا له القناعة بما قرره الشرع وكلفه به، فيتقبل ذلك راضيا مرضيا في كافة أحكام الشرع، سواء كان ذلك في عبادات أو كان ذلك في معاملات، وليس له خيرة في ذلك، بل تحكيم الشرع في خاصة نفسه واتباعه أمر واجب عليه. والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهكذا من مميزات هذه الشريعة الإسلامية الغراء أنها شاملة الشمول، فهي شاملة لجميع مناشط الإنسان، آمرة وناهية له في جميع تقلباته، فما من حركة ولا سكون يدعى إلا والشريعة حاكمة على ذلك إفرادا وتركيبا. وهذا يشمل جميع مناحي حياة الإنسان، سواء كان ذلك في توحيد الله عز وجل، أو كان ذلك في مجال الشعائر التعبدية من صلاة وصيام وزكاة وحج، أو كان ذلك في سائر المعاملات، فإن أحكام الشريعة شاملة لجميع مناشط الإنسان.
ويدخل في ذلك تعاملات الإنسان مع أهله ومع بيته وتعاملاته مع الآخرين إلى غير ذلك من الحقوق وإلى غير ذلك مما جاءت الشريعة بأحكامه وأوجبت على المسلم الالتزام بها في كل حال من أحواله وفي كل شأن من شؤونه. وهكذا أيضاً من مميزات الشريعة الإسلامية الكمال، فهي كاملة في تشريعها، كاملة في تشريعها. والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأحكام الكتاب والسنة محيطة بجميع حالات الإنسان التي يحتاج إليها في عباداته وفي معاشه وفي جميع تصرفاته، فما من نازلة تنزل بالمسلمين إلا وفي كتاب الله عز وجل بيانها وحكمها. والمسلمون حينما انطلقوا من جزيرة العرب وفتحوا الفتوحات الإسلامية واجهتهم أنماط من الأعراف والمعاملات لم يكن لهم عهد بها، ولكنهم تصدوا لبيان أحكامها، فكلما انفتحت لهم بلاد وواجهوا مثل هذه الأمور انفتح لهم أفق من الاجتهاد والتقعيد يواجهون به أنماط المعاملات المستجدة. والشريعة لم تقف يوماً ما عاجزة عن تبيين حكم من أحكام المكلفين في سائر أحوالهم وفي سائر شؤونهم، بل نجد أنه كلما حدث للمسلمين حادثة هب العلماء لبيان حكمها وتقعيدها مؤصلة على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. وهكذا بقيت هذه الشريعة المطهرة، بقيت تامة موفورة، أحكامها تجري على الناس بسبب مرونتها في قواعدها ومصادرها وقيام العلماء بمهامهم في الاستنباط والتقعيد. وهكذا من مميزات الشريعة الإسلامية الغراء السمو، فهي سامية في نفسها وتسمو بمتبعيها في كافة أحوالهم وتقلباتهم. فالإنسان مكرم في هذه الشريعة الإسلامية، كما قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهي كرامة ينالها الإنسان منذ أن يكون جنينا في بطن أمه وتسير معه في كافة أحواله وتقلباته حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. ومن مظاهر ذلك حفظ الإنسان في حقوقه وتقرير المبادئ التي تحافظ له على حقوقه في حله وفي ترحاله وفي خصوصه في منزله. بل جاءت الشريعة وصانت دينه أن يبدل ونفسه أن يعتدى عليها ودمه أن يشاط وعرضه أن ينتهك وبلده أن يخرج منه. كل هذه الحقوق مقررة للإنسان المسلم. وفي الشريعة الإسلامية أيضاً جاءت بحفظ الضروريات الخمس، وكلها تنحو هذا النحو من السمو بالإنسان في حفظ ضرورياته من الدين والنفس والعقل والنسب والمال. فتحوطها الشريعة الإسلامية بالأحكام التي تصونها، سواء كان ذلك في جانب وجودها وتزكيتها أو في جانب المحافظة عليها من العدم. وهكذا أيضاً من مظاهر ومميزات الشريعة الإسلامية الوسطية والاعتدال. والوسطية والاعتدال نقف عندها وقفة لأهميتها، ولأنها تغاب عن بعض الناس. فالوسطية والاعتدال هي منهج
الذي يسير عليه المسلم وقرره الإسلام. والله عز وجل قال في وصف الأمة المسلمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسط هو العدل الخيار، والعدل الخيار هو الذي اتبع الشريعة الإسلامية فيما أمرت به في عزائمها وفي رخصها، فلم يمل عن ذلك إلى جهة التشديد فيوقع نفسه في جانب التشديد فيما لم يأمر به الله عز وجل، أو يقع على النقيض الآخر في جانب الجفاء فيفرط في حق الله عز وجل مما أمر أو أمر به في شريعته سبحانه وتعالى. فالمسلم يكون على جادة الحق والصواب، على هدي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وحيثما جاء حكم الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كان على المسلم تلقيه والعمل به، ولا يقول بأن هذا فيه كلفة أو نحو ذلك. فالملاحظ لأحكام الشريعة الإسلامية أنها راعت التخفيفات للمسلم في حالات كثيرة عندما يكون في ذلك مشقة عليه، وليس معنى ذلك أن المسلم يرخص لنفسه، ولكن يتبع هذه الترخيصات التي جاءت في الشريعة الإسلامية. ومن ذلك مثلاً تخفيفات وردت بالمسح على الخفين لمن كان لابساً لها بدل غسل القدمين، ومن ذلك مثلاً قصر الصلاة في السفر أو الجمع كذلك، أو الجمع عند المرض والحاجة إليها من دون قصر، وهكذا الفطر في شهر رمضان لمن كان مريضاً أو كان على سفر كما أخبر الله عز وجل عن ذلك: فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. ففي الشريعة العزائم وفيها الرخص، والمؤمن مأمور بأن يسير مع هذه الأحكام حيث سارت، فإن كانت عزائماً اتبعها بنفس راضية مرضية، وإن كانت رخصاً من الله عز وجل تمتع بها، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ولقد جفى عن هذا المنهج، منهج الوسطية والاعتدال، أقوام فضلوا وأضلوا، فمالوا تارة إلى التشديد وشددوا على أنفسهم وعلى الناس بما لم يأتي به الشرع، وهذا أمر منهي عنه لأنه من الغلو، وقد نهى الله عز وجل أهل الكتاب عن الغلو في دينهم: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنطع فقال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. والتنطع والتشدد قد يكون في أحكام الاعتقاد، كمن يكفر بالذنب، فالتكفير بالذنب لي مخالف لهدي الإسلام وآدابه وتعاليمه، وكذا الذين يكفرون أفراد المسلمين أو يكفرون حكامهم أو يكفرون علماءهم، كل ذلك منهج من الغلو، ومنهج من الغلو منهي عنه في شريعة الإسلام، بل المسلم يتبع كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا التشدد في العمليات، أعني في الأعمال فالأخرى، فإن المسلم لا يصح له أن يسلك مسلك التشدد على نفسه. ومما يدل على ذلك أن أقواما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في السر فكأنهم تقالوها، فقال بعضهم: أنا أقوم فلا أنام، وقال الآخر: أنا أصوم فلا أفطر، وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم
أنكر عليهم وقام خطيبا وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ألا وإني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فنجد هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشدد الإنسان المسلم على نفسه ولو كان ذلك بالطاعات مما لا يطيقه فيصيبه الملالة. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حبلاً ممدوداً بين ساريتين في المسجد قال: لمن هذا؟ فقالوا: لفلانة تتمسك به إذا تعبت من في صلاة القيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم طاقته، فإذا تعب فليرقد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على رفقه صلى الله عليه وسلم بأمته، وأن المسلم وإن كان مأمورا بصيام النوافل وبالقيام في الليل، ولكن لا يجوز له أن يشق على نفسه في ذلك بما يعطله عن الاستمرار في العبادة، لأن ذلك يصيبه بالملالة، أو حتى أن يعطله ذلك عن القيام بأعماله الأخرى. وهكذا أيضا ترك الزواج والتبتل أيضا للانقطاع للعبادة كله منهي عنه، فالزواج مأمور به وفيه مصالح كثيرة للفرد المسلم وللأسرة المسلمة وللأمة المسلمة كلها. ولذلك لما طلب عثمان بن مضعون رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبتل نهاه صلى الله عليه وسلم، وهذا في جانب الغلو نحو التشدد. وهكذا أيضا ينهى المرء المسلم عن أن يخرج عن جادة الوسطية والاعتدال بالتفريط والجفاء، فكما أن الغلو والتشدد منهي عنه فكذلك التفريط والجفاء منهي عنه. ومن صور الجفاء أن بعض الناس ربما قال: أنا لا أؤدي الفرائض، وأن ذلك لا يضرني لأنني ما دمت مؤمنا بالله عز وجل وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا أحتاج إلى القيام بذلك. وهذا ولا شك مذهب أهل الإرجاء الذين يرون أن الأعمال ليست داخلة في الإيمان، وهذا خطأ فاحش، وهو أيضا تفريط في أحكام الشريعة الإسلامية. فإن منهج السلف أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وأن العمل شرط للإيمان وأن العمل مع إمكانه شرط للإيمان، لا يتم الإيمان إلا به. فكما أن المفتاح لا بد له من أسنان، فإن إيمان الإنسان وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تحتاج إلى عمل الجوارح، وهي بمثابة الأسنان للمفتاح. المفتاح، رأيتم من إنسان معه مفتاح من دون أسنان لا ينفع، معه بطاقة أو كرت الفندق مثلا وهو لم تبرمج على الغرفة التي يسكنها لا تفيده أبدا. وهذا كما هذا مثل من يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يلزمني إقامة الصلاة ولا إيتاء الزكاة ولا صوم رمضان، فهذا ولا شك تفريط واعتداء ومجاوزة للحد المشروع. وهذا يؤكد لنا وسطية الشريعة الإسلامية وأنها سائرة على الجادة، وأن الوسطية المراد بها الاعتدال والالتزام بالشرع، وليس معناها التفريط فيه نحو التشديد أو التفريط فيه نحو الجفاء بالتساهل بالقيام بحق الله عز وجل الذي أوجبه على العباد من عبادته والقيام بها حق القيام. ومما يتعلق بمنهج الوسطية والاعتدال، وأنا أحب أن أشير إلى ذلك، أن المشاق
في الأصل ليست مطلوبة في الشريعة الإسلامية، كما أن الرخص ليست مطلوبة في الشريعة الإسلامية بإطلاق، وإنما المشقة إذا كانت ملازمة للعبادة فإن الإنسان مأجور عليها، ولكن ليس له أن يطلب المشقة أو يتقصدها في عبادة من العبادات، وما دام ذلك لم يرد في الشرع. فمثلاً من أراد أن فمثلاً من إذا وافق الصيام في أيام قيض وصبر الإنسان على مشقته وقام بهذا الواجب فإنه مثاب عليه، وأما أن يتقصد فعل المشاق ليثاب عليها فهذا ليس في الشرع. ومثال ذلك لو أن إنساناً حج وتوفر له في أيام القيض الحر الشديد وتوفرت له الاستظلال بالشمسية حتى يتقي حر الشمس، وتيسر له مثلاً الركوب حتى يتقي التعب ويتفرغ للعبادة والدعاء، فلا يقول لا أنا سوف أمكث في الشمس في الحج ليكون ذلك أعظم أجرا، فإن هذه المشقة غير مطلوبة بل فاعلها آثم. والنبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة، خيمة بنمرة، فاستظل بها، ولما أراد أن يرمي جمرة العقبة ظلل عليه حتى رمى جمرة العقبة، وهذا واضح يدل بإطلاق أن المشقة إذا لم تكن ملازمة للعبادة فإن الإنسان المسلم غير مأمور بها، بل أقول إنه لا يجوز له أن يشق على نفسه بما ليس مطلوباً عليه بأصل الشرع، ولا أن يدخل في المشاق التي منفكة عن العبادة ولا تصاحبها، لأن ذلك ربما دفعه إلى الملالة ودفعه إلى الانقطاع عن العبادة، أو أصابه بضر في بدنه أدى إلى تعطله عن العبادة بل وحتى عن العمل. وكذلك بالمقابل نقول أن التخفيف ليس مقصوداً في الشريعة بإطلاق، وإن كانت الشريعة جاءت بأنواع من التخفيفات في على النحو الذي ذكرنا لكم قريباً بشرعية التيمم مثلاً عند فقدان الماء، أو شرعية المسح على الخفين إذا كان لابساً لها على طهارة، أو شرعية الجمع والقصر للمسافر، أو شرعية الجمع للمريض، ونحو ذلك من أنواع التخفيفات وهي كثيرة التي جاءت في الشريعة الإسلامية الغراء. ولكن أن يطلب الإنسان الترخصات الفقهية ويدع ما دل عليه الدليل ويقول كلما اختلف العلماء مثلاً أنا أختار القول الأخف لأن التخفيف هو من مميزات الشريعة، فهذا خطأ فاحش، لأن اتباع الإنسان للرخص وتتبعها يؤدي به إلى تعطيل العبادة. ولذلك قال العلماء أن من قال كل مجتهد مصيب فهو مخطئ، لأن مضمون هذا القول واتباعه أوله زندقة وآخره صفصطة، لأن أوله صفصطة لأنه يجمع بين الشيء ونقيضه، فيكون الشيء مباحاً وحراماً في آن واحد، وهذا غير مقبول في الشريعة الإسلامية، لأن الإنسان ليقول يتخير يجعل الأقوال والرخص كلها في درجة واحدة، بينما القول ميزانه هو الدليل الشرعي، فهذا يجمع بين المستحيلات، وإنما كان آخره زندقة لأن ما من خفيف إلا وهناك أخف منه. وإذا تتبع الإنسان الترخصات الفقهية قاده ذلك إلى الخروج من الدين، وكانت النتيجة ألا تكليف عليه، فخرج بدون تكليف، وهذا يخالف قاعدة الشرع، فإن الله عز وجل خلق الإنسان ليتبع مولاه وهو الله عز وجل، لا أن يكون تبعاً لهواه. فمن قلب الأمور وجعل الميزان اتباع هواه وترك طاعة مولاه فلا شك أنه قد ضل ضلالاً كبيراً. وأحب أن أنبه أن ليست مشقة استثقال التكاليف ولا مشقة مخالفة الهوى
مما يترخص به في الشريعة الإسلامية. يعني يقول إنسان والله تكليف ثابت في الشريعة الإسلامية يقول هذا ثقيل، أنا أطلب التخفيف، وأصل الشريعة هي التخفيف، ثم يخرج من التكليف ويتبع هواه، هذا أمر ليس في الشرع. بل إنه متى ما جاءت العبادة وقد دل عليها الكتاب والسنة وجب على الإنسان العمل بها وتحملها. وهكذا اتباع هواه، يجعل هواه هو المعيار على الأحكام الشرعية، وكلما وجد رخصة اتبعها ولحق بها، فإن هذا ليس مما يترخص به. ليست الرخص في حال استثقال النفس للتكاليف أو مخالفة الهوى، ليست هذه مما يترخص به في شريعة الإسلام. هذا موجز ما أردت أن أحدثكم به في هذا الصباح. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.